السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد، ودائما رانا مع يوميات فلاح. اليوم راح نقمن هذه الرحبة، والرحبة وهي المكان الواسع اللي يحتوي على عدد كبير من السريحات. هنا راني خدمت أبادو لفحل اللي هو الكبير، وهذا أبادو الصغير يسموه أصارو، وهذا أبادو اللي يدخل الماء للسرايح، وأبادو هذا الطويل اللي يسموه لفحل اللي يوزع الماء على سائر الجنان. هذوك السرايح اللي من الجهة من الغرب، هذوك راح يشربوا من هذاك أصارو اللي ظهر قبل قليل، وهذو والسرايح اللي في الشرق راح يشربوا من هذا أصارو اللي في الشرق اللي من الفوق، يكون بهذا الشكل. طبعا هنا هذه الرحبة الطويلة راح نقوم بقسم، نقسمها على اثنان، راح يكونوا سرايح يشربوا من الجهة الغربية، وسرايح راح يشربوا من الجهة الشرقية. كما راكم تشوفوا هنا، هذا أصارو اللي هو أبادو الصغير اللي يدخل الماء للسرايح. أول شيء نجيب الخيط أو السلك اللي راح ندير به حتى يعطيني خط مستقيم، راح نقسمها على اثنان، هي طويلة ما شاء الله، هذا هو النصف نتاعها، راح نقوم بقسمها على اثنان، يعني راح يكون جهتين، السرايح اللي من الجهة الغربية راح يشربوا من الغرب، والسرايح اللي من الجهة الشرقية راح يشربوا من الشرق. هنا قسمتها بهذا الشكل، بعدين ندي الشكل المستقيم، يعني مسحة فقط حتى تعطيني الشكل المستقيم. من بعد اللي أخذت الشكل المستقيم، نقوم بنزع الخيط، ومن بعدها نقوم بتسوية الحاشية جيدا. نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل السرايح اللي عندي. نفس الطريقة راح نستعملها مع السرايح الأخرى. بواد غير ذي زرع ونابت أفاضك ربنا عذبا كريما، وفي البيت المحرم حين يجري به ينبوعك الصافي عظيما، به ينبوعك الصافي عظيما. تزمك هاجر تظل تسقي غلاما كان في البشرى حليما، فصرت طعام طعم. هنا بعد اللي قمت بقسمها على اثنان في العرض، راح نجيب سلك طويل جدا راح يقسم لي هذه الرحبة على اثنان، او راح يدل لي خط مستقيم من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية بهذا الشكل. هنا بعد اللي حطيت السلك، أخذت الشكل نتاع الحاشية اللي راح تعطيني الشكل المربع في هذه الجهة، وطبعا لازم نبعد الحاشية على أفراق تقريبا 50 سنتيم، لأنه أفراق يتعفن بالماء، وعندما نبعد عليه السريحة راح يعيش معنا مدة أطول. راح نواصل بتسوية الحاشية الأولى بهذا الشكل حتى نكمل المكان اللي راح عندي. كل الدروب وإن طالت مسافتها ستنتهي، فاستمع قولا لمن خبروا كل اللقاءات مهما عشت روعتها،
مآلها البعد والعبرات والعبر، مآلها البعد والعبرات والعبر. الدار دنيا فلا تطمع بزهرتها، فكل لقي بها يغتالها سفر، فكل لقي بها يغتالها سفر. أمانا أيها الدنيا أمانا، فإن الخير باق في رؤانا، دروب الناس أشتات. هنا قمت بحساب المسافة من في العرض حتى تعطيني سريحتين متساويتين، هنا راني نقسمهم بالنصف كيف راكم تشاهدوا هذا السلك، وراح ندي عليه شكل المستقيم. من بعدها نقوم بتسوية الحاشية، ومن بعدين نقوم بضربها بالمسحة، نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل السريحتين اللي راهم عندي. كملت من تسوية الحواشي، نجي هنا لوسط السريحة نوزع فيها التربة جيدا حتى يدخل لي الماء بشكل متساوي، نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل هادو سريحتين اللي عندي، ومن بعدين ننتقل للجهة الشرقية. نفس الخطوات اللي درتهم هنا راح نديرهم في الجهة الشرقية. من تجمان الجهة اليمنى وانتقلت للجهة اليسرى، قمنتها بنفس الطريقة اللي استعملتها في الجهة الأولى. هنا تحصلت على 4 سريحات وأبادوا أفحل، وهنا هذا اللي يدخل الماء يسموه أصارو، ورجعت الأبادو حتى هو قمت بتسويته مرة أخرى. كيف راهم يظهروا عندكم هدوهما السرايح، يعني عندهم طول ما شاء الله. هنا هذا أصارو يدخل الماء لهذا السرايح اللي يشربوا من الجهة الشرقية، يعني راح يدخلهم الماء من الفوق إلى التحت، ونفس الجهة الأخرى هذا هو أصارو ليدخل الماء لهذا السرايح، راح يدخل الماء من الفوق إلى التحت. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه، والسلام عليكم.